ده من حاج حجاج اللي وقفت معاه واتكلمت معاه عن الورد، وقال انه لا النهارده الاقبال في عيد الحب او في مناسبه الحب، بلاش نقول عيد الحب عشان الناس ما تزعلش، مناسبه الحب، ان لا الناس بتروح وبتشتري حتى لو ورده واحده عشان تعبر بيها عن مشاعرها. خلونا نروح نشوف اراء الناس في الشارع ونشوف الكلام عن الورد وقد ايه الورد ممكن يكون بيعبر عن حاله ومشاعر جوانا. قبل ما نروح نشوف التقرير، عايزه اهدي بوكيه الورد ده لكل زمايلي اللي موجودين معايا في قناه الحياه بشكل عام، مش في الاستوديو بس ولا في كلام من القلب بس، ولحضراتكم طبعا جمهوري الحبيب، ولاختي وحبيبتي وصديقتي الاعلاميه الجميله دعاء فاروق، كل سنه وانتي بالف خير يا دعاء، وان شاء الله ان شاء الله هيتم شفاكي على خير وهتنورينا قريب وتنوري البلاتو وتنوري برنامجك وجمهورك كله بيسال عليكي. كل سنة وانتي بألف خير. خلونا